الشارع التونسي. الشارع التونسي. الشارع التونسي رجعنا لكم من جديد موصلين معاكم حتى للحداش وين الموضوع الموالي بشهم بالقانون. بالقانون موضوعه أساسا اللي هو قضية إهمال العيال وقتاش ممكن أرفع قضية إهمال عيال. إجابة تكون مع الأستاذ أنيس الزين في بالقانون. بالقانون. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في بالقانون وفي موضوع اليوم يرافقنا فيه المحامي لدى تعقيب ماتخ أنيس الزين. ماتخ مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة ثلاثة فهم. شكرا لك ماتخ. نحكي اليوم على إهمال العيال وهوني شنو يقول القانون. يمكن الفرق وإلا بتتخ كسيلة ميم شوز، قضايا النفقة وإهمال العيال المفهوم متاحة وشنو ينص عليها القانون. إذن جريمة إهمال العيال هي جريمة، وهي جريمة قصدية، وما تنجم تكون فما جريمة إهمال العيال لما تكون فما قضية منشورة ووقع الحكم فيها اسمها قضية نفقة اللي ترفع من أحد الأزواج، هي من الزوجة وكذلك الوالدين ضد أبنائهم اللي محمولين عليهم الإنفاق. وقت اللي يقع الحكم ويكون فهم هناك حكم نهائي في النفقة ولا يقع الامتثال ولا يقع خلاص من وجب الانفاق عليه، تكون هناك جريمة، تقوم هذه الجريمة ويتقدم الشخص الذي يريد الانفاق عنه والذي عنده حكم بالنفقة بشكاية جزائية إلى سيد وكيل الجمهورية أو من ينوبه من أحد الأعضاء النيابة العمومية بشكاية جزائية في إهمال عيال، ويقع السيد ذي يقع استدعاءه للفرقة ولا للشرطة بالمكان والحرس. وإذا كان ما يقعش الخلاص يقع الإيقاف وإيداعه بالسجن، لأن يعني فيها عقوبات جزائية فيها أحكام تصل إلى السجن. ما يدخلني وقت اللي يدخل للسجن هذا ما يفضلش المشكل، بما أنه يعني عايته مش فلا. حاجة أخرى وقت اللي يقع الحكم عليه، مثلا نقول الشخص عن حكم نفقة بمثلا 300 دينار معين شهري، كراء النفقة معين في النفقة 300 دينار شهريا، عنده 6 أشهر مش خالص معناها 1800 دينار وما عندوش باش يقوم بالخلاص هذايا ولا ما مشيش قام بالخلاص عفوا، يقع الحكم ضده بعقوبة سجنية مثلا نقول 6 أشهر سجن. الست أشهر سجن هذول بعد ما يكملهم ويخرج لا يعفى من الانفاق، يجب يخلص النفقة هذه كمان تقعد ديما قائمة. هذيك علاش؟ لأنها معناها حياتية، وسيلة حياتية، وبالتالي يجب خلاص النفقة وإلا أن يودع السجن. فما حالات استثنائية واستثنائية جدا وقلة ما المحكمة تمشي فيها، هي رغم اللي هي قانونية، وقت اللي يكون إنسان معسر غير قادر على خلاص النفقة يمكن القاضي، خاطر هي جريمة قصدية كما قلنا من الشخص الذي لا يقوم بخلاص النفقة، يقع الحكم في حقه بالإدانة. إذا كان هو إنسان ذي عاجز، عنده عاجز مثلا كلي ولا جزئي 60 ولا 70%، فإنه لا يقع السيد ذي يقوم بقضية مدنية في الإعصار، وبالتالي يعفى من التتبع الجزائي. واضح ماتخ، شكرا لك على كل التوضيحات المتعلقة بموضوعنا، نحكيه على قضايا النفقة وإهمال العيال في بالقانون مع المحامي لدى تعقيب ماتخ أنيس الزين. بالقانون.